اوسخ حاجه في الدنيا ام الامل الكذابه ابن الجزمه ده، لما تبقى عارف ان الفرقه اللي انت بتشجعها عباره عن شويه امواج جوه الملعب، وتبقى من اول السنه كده مسست نفسك على ان والله الفرقه دي مش تاخد بطوله، والفرقه دي اخر امها توصل دوري ابطال اوروبا تبقى تمام قوي. اما منافسه على دوري، واما منافسه على دوري الابطال، واما انك تاخد كاس او كاس سوبر، ما كانتش في الحسبان. بس المشكله كلها بعد القانون الجديد الاتحاد الاسباني عمله في كاس السوبر الاسباني ومشاركه 4 فرق، قلنا هنلعب وخلاص وعلى الله التسهيل. كسبنا اول مباراه سوسيداد والريال اتغلب قدام بلباو، قلنا عادي ما خير وبركه نلعب قدام بلباو، مش هنحفل علينا زي الريال ويمكن ربنا يكرمنا ونكسب ودي ميسي هيرجع. ونفس العاده هي تبقى متفائل التفاؤل التمام، تتفرج على المباراة تحس ان انت نفس الفريق هو مفيش اي حاجة اتغيرت. ده حتى يا راجل يا مؤمن مع فالفيردي، انا كنت فاكر الجملة اللي برشلونة كان بيلعبها، غير ان احنا بنلعب ناحية جوردي ألبا وجوردي ألبا بيقعد يدور على ميسي، كنا على الاقل بنلعب كرة عرضية من ناحية الشمال بيقابلها فيدال ناحية اليمين بدماغه في المرمى. دي كنا بنلعبها دي زمان مع فالفيردي، دلوقتي ما بقاش فيه خالص. يعني بقاش فيه جملة ميسي وجوردي، لأن ميسي قرفان والدنيا بالنسبة له مش تمام، وكده كده بقاش فيه فيدال، ولا بقى فيه زيادات من خط النص 4-2-3-1 ضايعين فيها في نص الملعب، 4-3-3 ضايعين فيها في نص الملعب، كل الخطط بتاعتنا عبارة عن عك في عك. فتخيل بقى فرقة زي دي ربنا يوفقها وتاخد بطولة في بداية الموسم، حرام والله والله راجل، قسما بالله العظيم قبل الجون الثاني انا كنت عارف ان الفاول ده هنتعادل فيه. الكره مش كده، الكره ما بتجيش معاك دايما كده اللي هي سلكان على طول، بقى لاعب ماتش زي الزفت واخد على دماغك كل فاول بالنسبه لك ضربه جزاء، وعمال تسال نفسك هو ليه كل فاول عليا بيبقى ضربه جزاء كده ليه، مع ان المدرب بتاعك الراجل مساك، يعني على الاقل هيعرف يوقف الاثنين اللاعبين المساكين كويس ويعرف يطورهم دفاعيا، بما انه كان مدير فني كان بيلعب في المركز بتاعهم. لا ده احنا كل كره بسم الله ما شاء الله، مره رؤول جارسيا بيجيبها والحكم ما يحسبهاش، والمره الثانيه اسير بيجيبها في الدقيقه 89 ونقعد ندور يا جماعه طب هنخش اكسترا تايم عاملين ازاي، يا جماعه عندنا مدير فني ابن 60 جزمه لسه مغير تغييرات ما حدش فاهم امها في الكوكب، يا جماعه الخير عايزين نعرف ابن الجزمه ده مقتنع ان من جيزه يلعب باك يمين ازاي، يا جماعه وننسى نفس الوعد القديم ان احنا داخلين وعارفين ان السنه دي هتكون سنه نيله في 60 نيله، ونتفرج على اكسترا تايم سيء جدا مع اول 3 دقائق هناك ويليامز بيحط واحده هاتها يا عم من الشبكه عم تير شتيجن، و3 2 كنت كسبان اخر دقيقتين والدقيقه 90، دلوقتي داخل اكسترا تايم خسران خلاص عايز ايه. هتقولي طب فين بقى الشوط الاول؟ الشوط الاول احنا كنا زي الزفت، ما لعبناش اي كوره غلط الهدف الاول، حتى ما لحقناش نتهنى، الكوره بتتلعب كروس بنلاقي ماركوس بسم الله ما شاء الله بيغفل جوردي ألبا في التغطيه العكسيه وبيجي من وراه يحطها جول. دقيقه واحده بس مش عارفين ندافع 5 دقائق، لا دي بعدها بدقيقه. دقيقه واحده بس اتعادلنا. قلنا نخش الشوط الثاني، نشوف هننيل ايه ونشوف عم كوكو ده هينيل من على الدكه. لقينا نفس التغيير بتاع منجيزه مكان ديست. طب قتلت لنا الناحيه اليمين، هتقول لي مونيين كان عامل شغل كويس على ديست، لا ما بسم الله ما شاء الله كان مكسر الدنيا برضو على منجيزه، كنا ننزل مين؟ جونيور فيربو يلعب ناحيه اليمين؟ بجد ننزل مين؟ انت مش عايز تقتنع برضو ان الفرقه دي عباره عن شويه مشاليل وجايبين لهم مدير فني افشل منهم؟ طب التغييرات بتاع اخر دقيقتين دي عملتها ليه؟ بتضيع وقت؟ معلش ما حوار ان هو يظبط الخطه الدفاعيه في الكوره الثابته، هو كان زمان الراجل الفرقه الوحيده اللي نجح فيها منتخب هولندا عشان خاطر كان عنده فان دايك وكان عنده ديريخت في الكوره الثابته دي، اما بالنسبه لبرشلونه ما عندكش ديريخت وفان دايك هنا حبيبي، هتظبط مين يا بابا؟ وعادي دخلنا بعد الهدف اللي جه فينا من هناك ويليامز، مفيش فرقه ميته تماما بدنيا، فرقه ميته تماما روحيا، مفيش حد عنده روح خالص غير ريكي بوتش اللي هو ما كانش مقتنع بيه اصلا، هو اللاعب الوحيد اللي نازل عنده روح وعنده قلب بيقاتل على ام التيشيرت اللي هو لابسه علشان خاطر عارف قيمه النادي اللي هو بيلعب له، والباقي كله عمال يتمشى ونودي هنا ونودي هنا ونلعب كروس من هنا على ابن 60 جزمه اللي اسمه بريس وايت اللي محدش عارف ميتين اهل لاعب زي ده دخل النادي ازاي، علشان خاطر بعد المباراه نعرف ان الاداره بنت 60 كلب بتاع بارتيمو حتى بعد ما مشيت نفس مساوئ ميتين اهلهم هم نفس موجود رونالد كومان ونفس اللعيبه العره ولاد 60 جزمه اللي احنا كنا بنطالب ان هو ما ينفعوش يكملوا معانا هم
ما عندناش خط نص، ما عندناش خط دفاع، قلنا نفس البدايه عندنا خط هجوم قوي بس ما عندناش خط نص ولا خط دفاع من بدايه الموسم، كنا بنقول كده. دلوقتي لا بقى عندنا خط هجوم ولا بقى عندنا خط دفاع ولا بقى عندنا خط نص. الفرقه رجعنا نتكلم في تير شتيجن وميسي، وميسي كبر وتير شتيجن بدا يزهق. اخي على ابو ام الكوره اللي بتقدموها يا اخي. في الاخر يجي ناس يقول لك ايه كومان مظلوم وجريزو مظلوم. يا راجل ده حتى اليوم اللي تعلق فيه وجاب فيه جونين ما تسلكش وناخد البطوله. اخي على ابو كده يا اخي.